يشهد سعر الجنيه الاسترليني حالة من التذبذب أمام الدولار الأمريكي بعدما ارتفع صباح اليوم إثر تبدد المخاوف من استمرارية حكومة رئيسة الوزراء تريزا ماي بعد استقالة وزيرين أمس، في حين انخفض الين مقابل الدولار مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول عالية المخاطر. وتحول الاسترليني للارتفاع خلال الساعات الأولى من صباح اليوم ليصل إلى دولار و32 سنتا بعد انخفاضه أمس إلى دولار و31 سنتا عقب استقالة وزيري الخارجية وشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، احتجاجا على خطط رئيسة الوزراء البريطانية للإبقاء على علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.